السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي والإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع. سلام الله عليكم أجمعين. رمضان مبارك، صحة فطوركم ورمضانكم كريم إن شاء الله، وبإذن الله يثبت الأجر، وبإذن الله عز وجل رمضان هذا يدخل بالبركة، وكيخرج يخلي البركة تاعو. نستقلوا بإذن الله، ندوا الاستقلال، الاستقلال تاع بصح، مش تاع المسخر، مش تاع الهف، ندوا الاستقلال بإذن الله. تحية طيبة لكل حر وحرة من المغرب إلى المشرق، كل العالم بإذن الله، كل إنسان طيب وحر مرحبا به. الحوثالة والبشرية ذوك من الشيات ما سحقوهمش، الذباب ما سحقوهش. نبدأ وقالك سعدون مولاي، هذا واحد الإنسان ربي يبارك فيه وربي يكثر من أمثاله. هذا هم الناس اللي نحتاجهم احنا باش تقوم الدولة، مش نروحوا معلباليش. هذو هم الناس يبتكروا اخترع روبوت يمشي في الشارع ويطهر الشارع، يعني يدير كيما نقولوا حنايا تعقيم شوارع اوتوماتيك، يمشي بوحده فيه كاميرا، يمشي بوحده وينبه الناس على الحجر الصحي. هذا خير من البوليسيه، على الاقل ما يسبش، هذا ما يسبش، ما تقدرش بروغرامي فيه السبان، بروغرامي فيه كلمه طيبه هكا، تفضلوا مرحبا بكم خاوتي خواتاتي روحوا الله يستركم، على الاقل ما يسبش، خير من البوليسي. نخرجوا البوليسيه ونديروا روبوات خير. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لك سيدي سمعت واحد والله العظيم لا ضحكني، قال لك الترك بنات مستشفى لا اله الا الله محمد رسول الله، مستشفى ميداني اضخم مستشفى في العالم، ما كانش واحد كيما هو، ما كانش حتى المغرب داروا ثانية مستشفى، والله اعلم قالوا لي داروا مستشفى يعني ثانية ما شاء الله، لانه فعلا مستشفى ميداني من اروع ما يكون. قال لك والجزائر تفوقت عليهم بنات حبس، قال لك راه انا سمعت قالوا لي زادوا بناو حبس ولا، ودركا نتوما غير الحباس راح توليو كيما مصر، هذا كيبني في الحباس من نهار حكم السيسي زادت الحباس في مصر 50%، 50% يعني 50% 50% 50% حباس زادوا عمره. ودركا الجزائر راح يديروا كيما هكاك، حباس هي الجزائر حبس وزادوا يبنوا الحباس، يعني ما بناوش الشركات باش الناس يخدموا، ما بناوش ديار لهذاك اللي مساكين في المستغانم يربوا عليهم الديار. الناس راهم رمضان رمضان وهم نهاروا البيوت تاعهم مساكين مغطين بالباش وراقدين، يعني في اي لحظه يزيد يريبوا الحيوط هذوك ولا قدر الله يعيشوا الناس قاعدين برا في الزنق، ما راحوش بناو لهم الديار تاعهم، ما بناوش الديار اللي في القصبه باغ اكزومبل اللي راهم راشين رايحين يتهدموا، وفي في في قسنطينه كان ديار قسما بالله يعني تخاف تدخلهم، في وهران في عنابه والله كان ديار والله تخاف تمشي فيهم، تخاف كلش مشقوق، ما بناوش هذوك الديار، ما راحوش رموا باغ اكزومبل العمارات اللي قايلين للسقوط والناس مازالوا ساكنين فيهم ما عندهمش وين يرقدوا، راحوا يبنوا في الحباسات، يعني لا حشمه لا حيا، لا حشمه لا حيا، الناس ترقد برا وما يبنوا في الحباسات. كون بنيتوا بهذوك الدراهم تاع الحباسات بنيتوا ديار، كون راها تحلت الازمه، على الاقل البضع العائلات يعني تحلت الازمه تاعهم والو. غير ذاك النهار الشعب هجموا على الديار خلاص، دخل عليهم الماء ودخل عليهم، راحوا الباطمات باش يكسروا البيبان ويدخلوا، جاوا البوليس يضربوا فيهم ويخرجوا فيهم ويسبوا فيهم، ما عندهمش وين يسكنوا وين يروحوا، قالوا لهم رجعوا لكم للطين، هو هذوك لما بنيتوهم سنين وهما يبنوا 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 والناس مازالوا يرقدوا برا، والناس راهم ساكنين هكذاك على الله برك، اليوم ساكن غدوة ممكن الدار الى ما ماتش راه يجيبها برا نورمال، روح اي واحد يضرب طله شحال الناس ترقد برا، حل عينيك وشوف تراش الناس برا في عنابه في قسنطينه في سطيف في واهنم في قالمه في وين ما تروح تلقى الناس ترقد برا، كاين الناس يرقدوا برا والله ما يبان لك باللي يرقد برا في الليل، برك يشوف كاش بلاصه يتخبى يرقد فيها وغدو الصباح ينوض يمشي منه من الناس، وعنده 15 20 سنه 30 سنه وراقد برا مسكين والو. كاين الناس راهم ساكنين عنده مع عمو مازالو يسكن مع عمو ومع بابا، لا غالب ما كيملقاش بها وين، وكاين اللي متزوج ومع عمو، وكاين اللي ما تزوجش خلاص ومع عمو ومع باباه، وكاين اللي متزوج بالولاد ومحشور مع باباه وامو، وهما يبنوا لي في الحباسات ويبنوا مع البريش واش قاعدين. لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لك جابوا واحد الذباب جديد، درك طلع واحد الذباب جديد، طلع ذباب جديد وجابوا واحد الشياطين جدد، انا عمري ما شفتهم بصح يعادوا يديروا فيديوهات ويسبوا الناس ويجيحوا في رواحهم والله العظيم، يعني الا من تستحي فافعل ما شئت. هو رمضان رمضان بصح يعني
رمضان تتصفد الشياطين، بصح الرخيص ما يوليش راجل في رمضان، عمره ما راح يولي راجل. حمام في رمضان يقعد رخيص، يعني ما فهمناش. كيطلع فيديو تبقى تجيح في روحك، وتبقى مدلي سروالك مدلي وتجيح في روحك تسب في الناس، وارواح نوريكم، وارواح نوريكم، واش ارواح نوريكم، واش نوريكم. قال لك اسيدي والله العظيم ما عرضوش عليه دراهم وما على باليش يا ولدي، قسما بالله انتم عباد ما على باليش. ما نظنش بلي انتم جزائريين، ما نظنش بلي انتم جزائريين. عاود شفت هذاك كيسموه انور ميشيل ولا ما على باليش، ندير فيديو جيح في روحه، جيح في روحه واحد جيح، يعني ما كفاهمش الشياطين تاع البلاد، راحوا جابوا اترونجي شيتو له اترونجي كيما ذاك انطوان ولا عطوان ولا صحفي، هو صحفي يدير واحد برامج يضرب الشيطان نورمال، يخلصوهم هذوك يخلصوهم. دروك عرفوا باللي الحكومه تاع الجزائر تخلص الشياطين تاع العالم كامل، يجوا يتلموا هكا الذبان الجزائر على يخلصوا. روح شيت ودي دار، شيت ودي دراهم، شيت ودي، بصح سا ديبون لا تدي ولا ما تديه، يعني ممكن يجروك يخدموا بكم بعد يرموك يدخلوك الحبس. هي خدمتهم هكا، مي يخدموا بك لاديب، يخدموا بك يطمعوك ومن بعد يدكوك الحبس. هي ادخل الحبس والله يقول لك روح امشي ديغاج، دراهمك كلاهم بوبي. الناس اللي كانوا يخدموا معاهم في الحكومه كاين بلعطوهم نورمال، بلعطوهم نورمال. واحد طالع قال لك اسيدي روحوا تخدموا، نوضوا تخدموا، انتم قاعدين وتحوسوا الدوله تدير، الدوله تدير لكم، الحكومه تدير لكم، نوضوا تخدموا. قال لك الخدمه مقطعه بعضها في الجزائر، قال لك تسمى غير تنوض الصباح، الصباح تخدم نورمال، غير تنوض الصباح تبقى تحير واش تخدم، تقول هذه والله هذه والله هذه، وبالك يعني ما نخدمش وزير اليوم، نخدم انا حمال. تولي تشنف على الخدمه تاع الوزاره، باسكو الخدمه كاينه بزاف معمره قاتله بعضها الخدمه. يا يعني الناس راه في الشركات راهم يخرجوا فيهم برا، كيما دو تعوان راهم خرجوهم من الخدمه، ومن قبلها ناس ثاني خرجوهم من الخدمه من الشركه، حاوزوهم قال لهم روحوا تروحوا، ما كان لا خدمه لا والو. وين هي الخدمه اللي في البلاد باش يروحوا يخدموا؟ وين هي الخدمه اللي في البلاد باش يروحوا يخدموا؟ ما تحشموا ما تسحوا، والله ما تحشموا ما تسحوا. الانسان كي يكذب على الاقل كي يكون خارج برا بار اكزومبل، هو ماهوش عايش في الجزائر ويبدا يخرط تسمى تاع الوطنيه وراه كاين وخير ولاباس بهم، هنا نقولوا صح وما يعرفش، ما يعرفش، ما يحس بقرص بوزنز الغير اللي نكوى منه. بصح انسان عايش في الجزائر، كاين هذوك الشياطين عايشين في الجزائر وعارفين كل شيء، ويطلعوا يكذبوا على جال 300,000 والله 200,000 ولا ما على باليش، ولا حاكمين عليهم هما ثاني خماج وتحشموا ما تسحوا الله. المهم ربي يبارك لنا في هذا رمضان، ربي يبارك لكم. البارح ما قدرتش ندير فيديو، تعبت بزاف، تعبت والله، تعبت النهار الاول، تعبت وخدمت والشمس ضربت، ما قدرتش ندير فيديو، وروحت العشيه دايخ، ما حبيتش ندير فيديو، قلت نروبوزي شويه. اليوم على ما اظن الشرطيه توفيق حسن، يا ربي يطلق سراحه، الله اعلم اذا حكموا عليه ولا ما حكموش، الله ما على بالي. بصح هو اليوم كانت المحاكمه تاعو، ربي يكون معاه ان شاء الله. البارح دعيت له دعوه قلت ربي يطلق سراحه باذن الله، وربي يفرج عليه، لا اله الا الله محمد رسول الله، ربي يفرج عليه وربي يطلق سراحه وربي يطلق كل المعتقلين باذن الله عز وجل. رمضان وهما حاكمي هذا الناس اللي داخل في الحبس، ما على باليش علاش. قال لك اهانه الدوله واهانه مش عارف شنو هو، واحباط معنويات الجيش واحباط والله العظيم، يعني سماطه سماطه سماطه، يعني حتى مش عارف القاضي كي يهضرها، القاضي كي يروح يهضر هضره كيما هذيك ويحكم على انسان بتهمه هي اصلا ما هيش تهمه، كيفاش يعود يحس في روحه؟ من والله العظيم عييت نتوقع امورك مانيش قادر نوصلها. كيفاش تحس روحك وانت ظالم، قاضي وظالم، قاضي ولا وكيل نيابه وظالم، عار بلادك ظلم ودير فيه، كيفاش يعني تحس في روحك؟ ودرك راه رمضان، قال لك الشياطين صفدت، الشياطين ما كملحوش اللوم على الشياطين، تقول له لعن طلع الشيطان، والله ما عنده ما دخلوا الشيطان، الشيطان ما عنده ما دخلوا في النص. درك كل نفس الانسان هي اللي تدير كلش. تسمى اللي درك في رمضان ومازلتوا تحكموا على الناس هكذاك بهذيك التهم وهذيك، تسمى انتوما زبل، زباله تاع بصح، زباله البشريه، انفسكم حثاله ما تسووش فرنك. لان الانسان اذا كانت نفسه فاسده ما مفسده، فاسده للروح ودبر راسه، اما مفسده يعمل الفساد تاعك على الناس هذا مشكل كبير. لا اله الا الله محمد رسول الله.
بارك الله فيكم على التعليقات تاع اللي حطيت على واحد المنشورات هكا وسمعت تعليقات، الله يبارك فيكم. انا نحس باللي كاين حاجه في الشعب الجزائري باش تعرفوها كامل، كاين واحد لا بويسونس، واحد القوه راها كل داخل قاعده تتكون عند الشعب الجزائري بعد كورونا. يدركم مقارونا، قسما بالله بعد كورونا يدركم مقارون، يديروكم مقارون، خرجوا لهم الجيش، خرجوا لهم الشرطه، خرجوا لهم الدرك، خرجوا نقول لك حاجه، جيبوا لي زونفيسر، جيبوا مش عارف واش جيبوا لي زونفيسر. هادو اللي ما يعرفوهمش، اللي جالي ما يعرفوهمش، مسلسل كان بكري، رجال ينزلوا من الفضاء ويديروا واحد العفايس هكا ويموتوا ما على باليش. المهم هادو هما يجيبوا رجال الفضاء يعاونوهم، لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم انا حبيت ندير هذا الفيديو برك باسكو البارح ما درتش، قلت نقصر مع خاوتي شويه، يعني نحكي كلمه شرق وكلمه غرب. دروك وين فطرت ومزالني دايخ شويه، ما تلوموناش، جزائري صايم كي يفطر يزيد يدوخ اكثر. المهم ربي يحفظكم وربي ينصركم ان شاء الله، وربي ان شاء الله يثبت لكم الاجر تاع رمضان والزياده باذن الله عز وجل. الله كريم، الله كريم، والله ما اكرم الله عز وجل، كريم كرم ما يعلموش الانسان. الانسان يقول لك بلاك بصح ربي كريم كرم، لا اله الا الله محمد رسول الله. فنطلب من ربي ان شاء الله يثبت لكم الاجر، ويثبت لكم اجر الصيام والقيام، اللي قاعد يصلي قيام يصلي قيام، واللي قاعد يسبح ربي يثبت له الاجر، واللي قاعد يصدق ربي يثبت له الاجر، واللي قاعد يدعي لخاوته بالربح ربي يثبت له الاجر. وندعي الذباب هذو يعني رمضان، ربي يهديكم. ها يا سيدي شوفها، ربي يهديكم بلا ما نزيدو نطولوا لساناتنا في رمضان، ربي يهديكم وتوليو تشوفوا في الحق. انا كاين الناس والله العظيم غير نشوفهم باللي راهم يشوفوا في الحق، عارفين باللي حق، والله العظيم نحس من الهضره تاعو، يبقى هو يكذب، ما يجي يخرج الكلمه يبقى يتلعثم هكا، يبقى هو عارف بلي راها كذبه بصح شي فورسي باش يخرجها. والله قاعد يديروا في فيديوهات هو قاعد يكذب وعارف بلي راه قاعد يكذب، وكلام باش يخرجوا صعيب باش يخرجوا، على نفسه ماهيش حابه تكذب بصح هو فاسد، هو مش عارف تما يجبر في نفسه بالقوه باش تكذب، ويبقى يتلعثم ويبقى يبلعط ويبقى يدخل لك هذه في هذه. يعني تدرك رمضان هذا مش راح يهديكم رب العالمين، مش راح يهديكم رب العالمين، هي ما على باليش. شوف هذا واحد اللي هضرت عليه ذاك النهار، هذا واحد كيسموه نوفو حركي ولا ما على باليش كيسموه حركي، سميته لكم حركي حركي حركي، هو مسمي روحو حركي، لينوفو حركيس، لينوفو حركي، لينوفو حركيس. كان كاتبها دولة عسكرية من بعد بدل، قال لك لا مدنية لا عسكرية، دولة جزائرية. والله العظيم دار واحد عليه فيديو فضحو، شفت ضحكت هكا وقلت انا ثاني نسقسيه. دروك لا عسكرية ولا مدنية، صح جزائرية، جزائرية هذه واش تكون هذه؟ كيفاش نديروها جزائرية يعني وشن هو؟ نسبقوها خضراء وبيضاء هكا وتمشي، ولا ما ولازم لها قاعده تمشي عليها، مدنيه ولا عسكريه؟ ما عندهاش حل واحد اخر، هي هك يا مدنيه ان الشعب هو اللي يقرر، يا عسكريه ان طغمه الجنرالات هما اللي يبقاو يقرروا ويمشوا كيما راهم كانوا يمشوا فيك 60 سنه. اما تاع نبغوها جزائريه، هي عسكريه جزائريه، ما قالولكش هي شنويه، وكي تكون مدنيه تبقى جزائريه. بصح حتى قلت لا عسكريه ولا مدنيه، تسمى جات كيفاش جزائريه؟ فهمها لنا هذه. من فضلك يعني، من فضلك، أو قلت لك من فضلك باحترام، دير لنا فيديو واشرح لنا هذه تاع جزائريه وشنو هو يعني، نحطوا فوق باطا شما يعني، ولا مانيش فاهم. حتى خوتنا المغاربه يشموا، التوانسه يشموا، ما عندناش حاجه سبيسيال تاع الجزائر، وشنو هو الحاجه سبيسيال تاع الجزائر باش نعطوها الصبغه الجزائريه، نديروها دوله جزائريه، ما هي هكا هكا جزائريه. كيسمع الاخر قال لك النحو ما على باليش النائب مش عارف وزاره الدفاع ولا ما على باليش، الخرايفات اللي بين تفون وشنك ريحه وما على باليش القريحه والبريحه. قال لك زعما خرج قرار، زعما قال لك هو اللي راح ينحى العسكر، خرج قرار هرب، كان يقول عسكريه، بعد شاف العسكر ضعفوا في معنوياتهم هما، الرئيس قال لك انا اللي نحكمه منا، ايا دورها قال لك جزائريه، علاه بغى يبقى يلحس باش يبقاو يخلصوه، يبقى بركي يعلف كل بقره، على حساب من؟ على حساب الدوله تاع الجزائر، على حساب الجزائر اللي راه هو يقول جزائريه. والله الا مصيتوا الجزائر واحد المصه راكم تبهدلوا فيها واحد التبهديله، ما راكمش فاهمين برك واش معنى الوطنيه، واش معنى الاحرار، واش معنى الحريه، واش معنى الانسان تكون عنده شخصيه.
انتم اقسم بالله معظم الشياتين ما عندهمش شخصيه، بيراو بيراو ميراو ميراو، راحوا معاهم جاوا معاهم، اللي راح راحوا معاه واللي جا جا معاه، الريح اللي جاي يديهم هكو هك. ما عندكمش شخصيه، ماكش قادر تكون شخصيه، تكون انت مستقل بافكارك وبذاتك، فهمت؟ وتقدر عندك الشجاعه انك تقول انا انسان هك، واللي عجبو عجبو، اللي ما عجبوش يدبر راسو يختينا برك، مش حاجه كبيره يعني. اللي عجبو عقليتنا مرحبا، اللي ما عجبوش عقليتنا خرج علينا وصاي برك، ما طلبنا حتى حاجه اخرى. فلا اله الا الله محمد رسول الله، تعبتونا بهذه العقليه تاعكم هذه، والمشكل راكم كثرتوا بزاف، مانيش عارف. انا ظني باللي فرنسا رشت علينا كيماوي قبل ما تخرج، كيماوي تخلف العقلي والله العظيم، والله راه مازالوا يحطوه يا في الماء يا في السميد يا في الفارينه باش الانسان كي ياكلو بدون وعي، واللي ما ما يضربش الناس الكل، ياثر على ناس وناس لا، كيما كورونا تاثر على ناس وناس لا، اما اثر على طبقه معينه من الشعب الجزائري بصبع الازرق وما جاورهم ومن معهم ومن لاحق بهم، مدارينا تقلاله في هذيك البلاد. يعني لو درك مازلتو ما وعيتوش باللي راكم ماشيين غلط، يعني في 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 طريق غلطه، ولا ما فهمناش. البترول راه ولا ارخص من الماء، البترول درك تروح تبيعو يقول لك زدنا دراهم، يقول لك ندو عليك بصح تزيد تخلصنا، باطل. راهم يرموا فيه شقوى، السعوديه رمات شحال من باخره قالت لهم ادوه باطل كاع، مداتو الامريكان قالت له دي باطل، ماش قادر ترجعوا لعندها وماش قادر تخلي في بلاصه اخرى، قالت له دي باطل. المهم نرجع البابر في الغانيين برك، روسيا راها فاتحه تويوات وتبزع فيه تبزع هكا، هدو برك هزوا وي. الدول جميع دوله معوله على البترول راحت 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 على بصح، السعوديه والجزائر وفنزويلا ومش عارف شكون والخرطي والبرطي كل راحوا راحوا على باش مي 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 مي, مي. يعني حكومة قال لك حكومة ونظام وعندها حكمة وعندها إن شاء الله لساني ياكل، يعني لساني قاعد ياكل فيا، حاب نخرج بس رمضان ومحترم الناس راهم صايمين، يعني باش ما يودروش الحسنات. درك دولة 60 سنة وهي معولة غير على البترول، كان عندنا شركة دمروها، كان عندنا فلاحة دمروها، كان عندنا ناس ديك راك هجروهم، كان عندنا عقول فعلا والله كان عندنا عقول، ومازال عندنا عقول لكن مكسرينهم عافسين عليهم، مدمرين كلش، ما مش عارفين يسيروا حتى يا ولدي والله فيلو ما يعرفوا يسوقوها، بالله فيلو ما يسوقهاش، تبون فيلو والله ما يسوقها، أنا نتحداكم اللي كان يسوق فيلو، فيلو بالحرام ما يسوقها. وهكذاك ومازال يا ودي حشمو شويه، 60 سنة وانتم معولين غير البترول، بيعها وراح البترول درك يوم بعد يوم بعد، نحيتو دراهم تاع من لي بوش تاع الناس من جيوبهم، دخلتو يديكم وخرجتو بدون وجه حق، حبستو لهم الشهريات ونقصتو لهم الشهريات بالقوه ومع الباليش وضغط على الناس، والناس اللي غالب فقراء راها تكاكي، الناس الشعب راهي كاكي، يعني كاين ناس قاسم بالله راهم يكاكو كي الججر، يعني ما لقاش بها وين يطقطق، راح يطرطق مسكين. وهكذاك وقطعتو لهم، كاين اللي قطعتو لهم من لاباي، وكاين اللي قطعتو لهم وكاين اللي ديتو لهم الشهريه كامله، وكاين اللي مازال ما خلصتوهش كاع، يعني وراكم رايحين بهذه العقليه وراكم مدين البلاد. درك الذباب هذا يعني 60 سنة، شوف يا ذبابه يا شيات يا اللي حالين قنوات وتسبوا في الناس الاحرار، عارفكم باللي ما تسواوش فرانك، عارفكم اقسم بالله ما تسواو فرانك، انتوما بينكم بين رواحكم، يعني انت كي تشوف روحك في المرايا عارف باللي روحك باللي راك مرخص، عارف روحك باللي ما تسواش فرانك. درك يعني انت هذه البلاد هذه 60 سنة ما عندهاش حتى خطه اقتصاديه باش نخرجوا من هذه الازمه، البليده ما قدروش يديروا فيها الازمه، باريكا نفط الشعب اللي السنيه اللي راحوا، مش قال لك الناس اللي موالفين يخرجوا في الحراك، كون جاو اللي يخرجوا في الحراك نقولوا راكم تقولوا هادو خوانا، بصح هادو راهم الناس اللي انتخبوا راهم يحرقوا في البنوات، وخرجوا قالوا لكم الله يحرقكم موسيدي، سما حتى تاعكم راهم داروا عليكم، يعني انتوما درك ماكمش قادرين تفهموا باللي هذا النظام راه صاير راه يعني معفن، راه قاعد غير يدمر حتى يزيد، تسمى هو رايح يروح ويزيد يدي معاه شي حوايج اخرين يدمرهم معاه، ماكمش قادرين توعوا انتوما ولي. يعني ربي نزل عليكم اللعنه ورسخت والله مانيش فاهم، يعني درك ما يهديكمش ربي رمضان، درك راه رمضان الشياطين ما كانش،
ما يهديكمش ربي هكا تبقاو ولو 10 دقائق تبقى تفكر مع راسك هكا تقول النظام هذا 60 سنه هو حاكم، 60 سنه هما حاكمين، ما داروا حتى حاجه تصلح، ما داروش حاجه يعني كيما نقولوا حنا فكره تقدر تساعد الجزائر يعني في الازمات. نهار ضربت زلزله جاوا تلموا الدول كامل جاوا يعاونوا فينا، باسكو حنا ما قدرناش، ما عندناش. نهار طاح الثلج ربوا الديار على الناس، يعني البلديات اللي نورمالمون الخدمه تاع البلديات ما قدروش يساعدوا الناس، حتى خرجوا الجيش كانوا في حرب. علاه دائما حنا نحتاجوا الجيش باش حتى يسرح الطرق؟ علاش ما تخدمش الخدمه دي البلديه؟ البلديه تكون مدعمه وتكون عندها ماتريال، تكون عندها معدات صحيحه، اي بلديه تكون عندها معدات صحيحه باش تنظف الطرق وباش تعدل وباش تخدم وباش مش يحتاج يحفر حفره بالبالون بيوش يقعد في الخدمه تاع نورمالمون بحفاره ولا يخدمها في ربع ساعه ولا في نص ساعه ولا في نهار، يقعد معاها سمانتين هو يخدم، سمانتين هو يخدم والناس يستناو في مصالحهم ويكتشفوا تم الطريق وهي مقطوعه. يعني وقت تشهدك ربي وتولوا تفكروا كيما العباد. راه رمضان الشياطين ما كانش، درك انتوما وانتوما برك انتوما مع روحكم، ما كانش الشياطين معكم. فكيف يعني درك تقعدوا دقيقتين هكا تخموا مع روحكم ولا والو، انتوما هكا فاسدين. لا اله الا الله محمد رسول الله، استغفر الله العلي العظيم. المهم اخوتي انا درت هذا الفيديو اليوم هكا باش نقصر معاكم شويه. رمضان وربي يفرحكم ان شاء الله، وربي ان شاء الله ينصرنا باذن الله عز وجل، وينصر شعب بلادنا الشعب تاعنا، وينصر بلادنا الجزائر، والعصابات تروح باذن الله، رايحين باذن الله. نتمنى من ربي، نتمنى لكم سهره جميله، روحوا خرجوا درك راه لايطا في الجزائر تما برا هاك وهاك، تخرج منه قصره والناس برا وبركونا مزط الله رحمه الله واديكم. والله سيرتو لي جا نخطوكم مزط الله رمضان، وميش حلا رمضان بصح يضر، ضر المخ، ضر راه ضر بنادم، تدمرك برك ما كان حتى حاجه، تدمرك هذا ما كان، تدمر في روحك برك. ربي يسركم وربي يحفظكم ورمضانكم كريم ان شاء الله، والى الملتقى باذن الله، ربي يحفظكم. أحبكم في الله، السلام عليكم.